السلام عليكم، ازيك اخواتي؟ احلى ناس في الدنيا واحلى ناس، ربنا يخليكم يا رب، دايما اكون بخير وسعاده يا رب. الحاجه انا يا رب دايما اكون بخير يا جماعه. والله بكلم على موضوع كيسه جواز ان شاء الله اللي من دول. جواز ايه بقى؟ جواز ان شاء الله. انا اتجوز ان شاء الله، لو عرفنا اتجوزنا نسبه روجينا طبعا. عايز تتجوز جورجينا؟ طب طبعا، ايه المشكله؟ مش حرام ولا عيب؟ جورجينا ايوه روجينا طبعا، مش حرام ولا عيب. هو اللي خلاها اجوزها كذا يعني كام سنه؟ اللي خلاها اجوزها كام سنه؟ هتخطفها من كريستيانو؟ اوه، لحد دلوقتي مش على ذمته. بقالها كام سنه مش على ذمته؟ ده بلا اربع بلا سنين طبعا. طب ايه والظاهر كده، انا سمعت كمان اللي هو جاي منها عيال طبعا. طب انت رايك في الكلام اللي بيحصل ده؟ نعم؟ انت رايك في الكلام اللي بيحصل ده؟ والله انا شايف الكلام ده اللي هو غلط. والله ممكن انا اجوزها وسيطر عليها ونكتب عليها. وتسيطر عليها؟ هتسيطر عليها ازاي؟ اهو انا شايف دي بتحتاج مصاريف كتير، ده متجوزة كريستيانو. ايه المشكلة؟ ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا. يعني انت شايف مثلا ان انت اولى بقى من الغريب؟ نعم؟ انت اولى بقى من كريستيانو؟ طبعا مفيش حاجة بعيدة. بس هي خلفت منها عيال، خلفت منه عيال. خلفت منه عيال؟ اه ايوه انا سمعت ان هو جاب منها ثلاثة ومش عارف اتنين، اه حاجة زي كده حقيقة. شغال. بس طب انت دلوقتي تقدر على مصاريف بقى والعيال؟ ما مش هتيجي لوحدها، هتيجي بالعيال. والله ممكن يناسب وممكن لا، ازاي بقى؟ بس ان شاء الله ممكن يناسب، بس المصاريف بعادة شوية. وعايز اقول برضك نسبة الناس، عايز اقول برك نسبة الناس، الناس المجوزة، عايز اقول للناس يا ريت ترحمنا شوية. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ربنا يرحمنا برحمتهم يا رب. الراجل مش شايل طول النهار بره، وراجل شغال وتعبان، ويجي بقى من ساعة بالليل، بيجي يخش البيت يلاقي مراته تعمل له كده. هي تعمل اصل ازاي؟ كل تعمل ازاي؟ والله العظيم ما بهرج. الراجل اول ما يخبط على بيته بالليل وهو داخل وجاي من الشغل وتعبان وطالع عين امه اللي جابه، ما تعرفش يجيني ازاي، وقال لي هو يعملها، تعمله كده. وايه ده؟ ودي اخره اخره المصاريف واخره العيشه؟ طب في ستات حلوه، في ستات برضه. مش كل الستات بقى، في ستات بقى تقول لك ايه بقى؟ ازيك يا حبيبي، الحمد لله مع السلامه، نورت بيتك. انت عايز واحده بقى تعمل لك كده؟ لا مش حاجات كده، احنا عايزين في حاجه اسمها تراء ربنا. ازاي بقى يا معلم؟ مش بقى ما اخش بيتي بعد ما من امي، اخرج من الصبح اجي بالليل واجي اخش بيتي الا مرات تعملي كده. هو ايه ده بقى ان شاء الله؟ طب انت ايه رايك هتعمل انا معايا ابو ايه؟ عليا، انا ابو عليا بعايز اديها خبطه في وشها ارجعها 30 متر ورا. حقيقه يعني بكلم بجد بالله، بحاول لازم حتى بص على العيشه، بص على الدنيا، بدل في راحه نفسيه من الراجل، حاول يكون في راحة عند الست الرحمة، في رحمة عشان ربنا يرحمها برحمته. يعني انت دلوقتي انت بدورك انك عايز تتجوز جورجينا. طب ايه المشكلة؟ جورجينا دي مهرها عالي. ده عالي وعالي، من عارف ده اكيد. تدفع لها كام يا محمد؟ يا كمان مش عايشة في مصر يعني، انا عارف بتكلم ازاي برضه. انت كده هتجيب ولا هتروح معاها؟ والله لو خدت معاها بقى احسن. بس لا اكيد اقعد هنا في بلدي طبعا. تدفع لها كام يا محمد؟ ربنا يقدرنا عليه، شايف ربنا يقدرنا شايف عليه. انك انت تدفع لها احسن من كريستيانو؟ لا هو كريستيانو برك ما جيش جنبه حاجه، معلش برضه. اسمه بس ايه؟ اقول لك على حاجه. اسمه ايه؟ ايه؟ اسمه ايه؟ مين على السكرين؟ السكرين. طيب دلوقتي ممكن ما جيش جنبه حاجه، بس العيشه يعني انا شايف له هو عايش بدون كتاب، بدون جواز، بدون اي حاجه، يعني حرام عليه. حرام عليه. وجوز وواخد. توجيه له رساله ايه من خلالنا؟ نعم؟ توجيه له من خلالنا؟ والله انا عايز اقول له بدل انت جايب عيال، اكتب عليها وكل حاجه، مفيش اي مشاكل، وربنا يزيده ويباركك يا رب، والله يحفظك. بس العيشه اللي انت عايشها دي اكبر حرام. حرام عليك يا كريستيانو. حرام حقيقه، حرام 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 يعني. احنا لازم نراعي ربنا. طب وتقولي بقى لجورجينا؟ ورجينا عايز اقول لها والله لو انت شافك اللي عاجبك العيشه دي خليك عايشه.
وانت عايشة في شايف حرام. ما جاي عايش في الحرام، لو هي شايفه كده خلاص، لو مش شايفه كده ربنا يكرمك وتكتبه يا رب الحاجة يا النبي، ده حقيقة يعني. طب العيال دي تسجل ازاي الاولاد؟ قول لي انت كده تسجله ازاي؟ هيتسجلوا ازاي؟ هيتسجلوا ازاي؟ قول لي انت، مفيش اي تسجيل كده، ما بيعرفوش يخشوا مدارس يعني. مش عارف يخش مدارس ولا في طلع اي ورق في الاب، الاب الله مين؟ اكبر. ما هو ده اللي بيتكلم فيه، الاب مين؟ الله اكبر. كريستيانو. طب ماشي، فين الورق بيثبت بالكلام ده؟ الله فين اكبر. الورق؟ مفيش ورق، يعني عشان انا دلوقتي العيال مش هتعرف تدخل مدارس، مش عارف اتعلم. مش عارف اتعلمه كده. هيتشردوا يعني. لكن ممكن اتعلمه منزلي منزلي. ده اكيد يعني 100%، تفتكر كريستيانو معاه فلوس يعلمهم منزلي؟ ده اكيد ازاي بقى؟ هعيدهم في البيت عادي ومدرسين ويجي يعلموا في البيت. وانت تفتكر لما تروح لكريستيانو تقول له انا عايز اتجوز جورجين هيوافق يدهالك؟ والله ممكن يقول لي خدها واتكل على الله ليه بقى؟ ليه ليه؟ خلاص، هو اتجوز زي ما اتجوز وخلوا عاوزه وجاب اولاده وخلاص، وممكن يعدي المرة ان شاء الله يعمل لهم ورق. ولا. طب انت ايه يا محمد، شايف مثلا مواصفاتك الشكليه، بتحاول تغير حاجه في وشك مثلا، تعمل عمليه تجميل، ما شاء الله اعمل تغير عملية في تجميل وشك؟ للمدة دول ان شاء الله، هتعمل عمليه تجميل فين يا محمد؟ فين فين هنا في مصر يعني، كنا عاملين فين فين في وشك؟ هتعمل او ايه؟ في وشي طبعا. هتغير ايه مثلا؟ والله بقى انت هشوف بقى الوجع التانية اللي يحصل يعني، مش يعني هتعمل. محمد كشري عاجبه، مش عاجبه في شكله، عايز اغيره. هقول لك على حاجة، لا انا ما عنديش اي حاجة والله الحمد لله، بس انا قلت اعمل تجميل برضو، حاجة حلوة برضك، ومنه ايه اغير الوجه شوية. يعني مثلا تصغر المناخير. لا، المخدة دي كده مظبوطة بالظبط كده، لا مسنطرة الحمد لله. مش ناوي تعمل حاجه يعني في الوش؟ لا، ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة ان طب شاء الله. محمد هيكتب ان اللي هيكتب بنات وولاد جورجينا باسمه، ده باسم مين ان شاء الله؟ باسمك انت. باسمنا؟ ليه بقى اساسا انا اللي جبتهم هنا ولا ايه؟ ما هتيجي بعيالك ما تيجي بعيلة دي؟ لا ما فيش حد بيجي بعيلة يعني، هتم العيال في الشارع. والله، تدالهم بقى اللي ابوهم بقى هناك ابوهم بيلعب كوره مش فاهم. مش فاضي ياخدهم معاهم النادي والملعب. انا ذنبي انا ايه؟ لو انا شايف ان انا نفسي ان انا كده اقع في المطب ده ما بلاش منها، يعني مش هتاخدها بالاربع عيال بتوعك. ممكن كروان مشاكل اجوزها هي وعيالها. ايه اللي حصل ايه يعني؟ اي والله ممكن كروان ده يجوزها هو وعيالها. يعني هو يتجوزها هو، اشمعنى بقى كروان كروان؟ ده دلوقتي ملك التيك توك، ملك تيك توك. احسن ناس تسوحوا. طب وانت؟ انا يا عم ولا ملك تيك توك ولا بتاع، الراجل غلبان يا عم الحاج. انا ولا المشكله اللي هو بيطلع عيش من الناس يعني، اللايف بتاعي فيه 600 وفيه 500، على الاقل عنده 3000 3000 ونص. مشهور عنك سبب يعني، ايه؟ خد منك الترند يعني. سبب ايه؟ سبب الناس ما كانت تسوحوا وبتطلع تشمه، ده حقيقه. خد منك الترند. ومش هو بص، ومش حاجه ترند، ومش حاجه ترند يعني كده، الناس بتسوحه شايفينك زعلان منه يعني. وزعلان منه. ايه ليه؟ هو اصلا ما عندوش موهبه ولا عنده اي حاجه، هو عنده حاجه اصلا؟ ما عندوش اي موهبه ولا اي حاجه. بقول لك ازيك ازيك يا حبيبتي والكلام ده، هندي ايه اصلا؟ انا مش عارف ولا فيه هندي ولا بتاع. انت واحد حسبي صاحبك الله شاب. ونعم الوكيل اللي طلعه اصلا، حسبي الله ونعم الوكيل بامانه اللي طلعه. انت عمرك يعني، انت عمرك ما سمعت بغني حنتي؟ نعم عمرك ما سمعت بغني حنتي؟ يا فندم، وفين هند ده اصلا؟ انا ولا شفت هند ولا شفت الماني. استاذ بالله انا اتعصبت ليه؟ انا بقول يا ريت يا ريت الرساله دي لا دخول المدينة انتاج اعلام ولا صحافه ولا الكلام ده كله على كروان. هو الوقت وده جايبينه على نسبه ايه؟ الناس بتجيبه، خلي فاهمنا كلهم بس يعني بيسوحوه، بيسوحوه بخريش من الناس. بيسوحوه ليه؟ شايف يعني، شايف يعني بيتسوح ازاي يعني؟ مثلا يعني بيطلع مع واحد بنسك اسمه بيقول له اعمل كذا اعمل كذا، خلي بالك عشان نجيب فلان دلوقتي ونشمه، خش عليه خش عليه. او والله العظيم بره، وفي فيديوهات كده على اليوتيوب. انت مش عاجبك اللي كرام مشاكل فيه؟ ده غلط. هو اصلا كده هم على كده فرحان ومبسوط، وما يعرفش اللي فيه نصايب وراه، في محاضر معمول له يقول لك معاه شهاده اطفال. معاه شهاده اطفال ايه؟ بيعرف يتكلم وبياكل وبيشرب وجاب ايفون لا
وجاب ساب التوك توك لاخوه التاني والدنيا رايقه. طب يا ابني بدل انت دماغك حلوه كده وبتفكر حلو، بدك مش عبيط، ده انا العبيط، ده انا العبيط مش انت العبيط. اذا دماغك عبيطه مع ليه؟ مع الناس. هو يعني بيعمل شغل العبيط بالعربي، ايوه بيعمل شغل الصعبات شويه، ما انت مش شغلش دماغك على الناس، الناس كلها ناصحه. انا عايز اقول له ان انت ايه، شايف اخرته هتبقى ايه؟ شايف اخرته هتبقى ايه؟ اخرته ان شاء الله، اخرته ان شاء الله دي بقى ان شاء الله حبسه سودا ان شاء الله يا كروان. وانا بقول لك اهو سبب لينش، شتمت بنازل اسمهم ناس كبيره وشتمت كذا واحد على اللايف، وقعت نفسك، هتوقع نفسك وهتيجي تطلع وتقول معاك شويه اطفال دي، انت لو معاك شويه اطفال ولا بتاع انت ما... وانت خلي في علمك انت بتصعبط على الناس، وعايز اقول لك انت بتشغل دماغك على الناس، بس الناس هي اللي سايبه لك كده. ازيك ازيك يا حبيبتي، وواحد انت واحد اتنين سبعه شدوا شدوا ايه يا عم؟ وما شدوش ايه؟ الناس مش بيصوحوه. وبطلع مع بقى كده انا مش عارف هو الواد ده تصرفته ايه بالظبط، انا مش فاهم. انا المفروض يطلع يتكلم على نفسه، على اسرته، انا مش عارف ايه. وكل شويه يقول لك ايه، انا دي حبيبتي وكويسه ان شاء الله، ومعلش انا سبتها، ومعلش خطيبتي، انا مش همشي مع حد تاني، وخلاص ما عملت لها بلوك. الواد ب 60 كلمه و60 موضوع بس. وعايز اقول لكم، طب بالنسبه لجورجينا ما خلصناش كلامنا عنها. لا والله لو هي هتيجي بعيالها ما اقدرش. انت بتقدم لها عرض من خلالنا؟ نعم؟ بتقدم لها عرض من خلالنا، بتقول لها انا عايز اتجوزك يا جورجينا؟ والله لو هي انا لو عليا انا نجوزها مفيش اي مشاكل. بس انا دلوقتي لو مسيرة العيال دي لا طبعا انا مش قديها. انا مش قديها. لو بتصرف على الواد كريستيانو. هم قالوا المغلبه بتاع بلدنا. قالوا لا. بتاع بلدي مالوش لا، احسن ناس واكرم ناس. هتعمل ايه يعني؟ زي مين؟ زي اي حد هنا في مصر. شمشون فوق دماغي. انا سمعت ان في واحده بتبيع خضار تحت البيت هنا، انت عينك عليك. مش عيب ولا حرام. مين اللي بتبيع خضار دي؟ على الاقل احسن منه وانضف مني. منك؟ ايوه طبعا. ولا منها؟ لا احسن مني وانضف مني. وانضف مني؟ اللي هو الست اللي بتشوف اكل عيشها كده وبتاكلها بالحلال وتتمنى ليا تتجوز، دي الست اللي عايزه تعيش. دي الست اللي عايزه تعيش. يعني بس مش هنقدر نختار. لو بنخيرك بين بياعة خضار في الشارع وبين جورجينا تختار مين؟ لو بنخيرك بين بياعة خضار وجورجينا. لا اللي بتبيع خضار. ليه بقى؟ ايه؟ ليه؟ عشان اللي عايزه تعيش، دي اللي تستاهل كل خير. عايزه تعيش معاك. معايا ومع غيري. دي الست بتطلع تقول يا رب، يعني لو غلطتها لهم امال هتعيش. دي بقى اللي هتعيش. مش انا يا عم، انا مش بتاع، انا مش بتاع بابا وماما وفيلا ونايتي لا يا عم. مالهم بلاد الارياف حلوين برضه زي الفل. قالوا لا طيب، على الاقل كلهم هتجيب حزبه الجرجير وهي جايه، المشكله. ماشي يا ماشي يا باشا.